السلام عليكم اصدقائي، تحياتي متابعين قناه مستر كريبتو. طبعا فيديو جديد عن عمله شيبا اينو وفريق عمله شيبا اينو. اليوم الفريق تخلى بشكل رسمي عن العمله الخاصه بهذا الفريق. طبعا اما باش فيديو بتمنى تضغط زر اللايك وتشترك بالقناه وتفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالمات رقميه. ولا تنسى تضغط على التليجرام، الرابط موجود في بانر القناه والرابط موجود في وصف الفيديو. خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا اخبار سوق الكريبتو. اول اصدقائي خلونا نفهم نقطه، عملة شيبا اينو او فريق عملة شيبا اينو بيملك 3 عملات اللي هي بون وليش وعملة شيبا اينو. اليوم الفريق اعلن عن تخليه عن عملة بون. طبعا تخلي الفريق عن عملة بون هذا الشيء بيعني انه العملة راح تصير كوميونتي، ما راح تصير تابعة لشركة معينة او تابعة لمسؤول معين، العملة راح تصير يتحكم فيها المجتمع. هاي نقطة ايجابية وليست نقطة سلبية للعملة. تخلي الفريق عن هذا العملة كانت خطوة حتى يتم توقف صك عملة بون. مجرد ما يتم التوقف عن صك عملة بون راح تكون فرصة لإضافتك على أقوى المنصات المركزية وأهم منصة باينانس. طبعا حسب التغريدة اللي قريتها اليوم على تويتر، أصدر فريق الذي يقف وراء شيبا اينو تحديثا جديدا فيما يتعلق بعملية التخلي عن عملة بون اللي هي العملة المستخدمة في دفع الرسوم على شيبا سواب. تجدر الإشارة إلى أن التخلي عن عقد بون سيتطلب من فريق شيبا اينو التخلي عن سيطرتهم وملكيتهم لعقد الرمز المميز، يعني رح تصير يتخلى عن العملة بشكل كامل. هذا الشيء رح يصير عندي توقف أو منع الفريق من الوصول إلى صك الرموز المميزة. وجدير بالذكر أن عشاق عملة بون حثوا فريق شيبا اينو عن التخلي عن عقد العملة لتمكين بورصات من الدرجة الأولى مثل باينانس بإدراج هذا الرمز على المنصة الخاصة بهم. هذا هو الخبر الإيجابي لعملة بون اللي ممكن يفجر هاي العملة والاستثمار حاليا بهاي العملة. استثمار رائع، خاصة نحن قريبين على دعم منطقة 70 سنت اللي هي منطقة الشراء الرائعة، وممكن نعمل مربح أكثر من 1x في حال ارتفاع على مناطق $1.80، وممكن لامس منطقة $2 في حال وصوله إلى منصة باينانس ويتم إدراجه على منصة باينانس. حاليا العملة قريبة على الدعم، يفضل شراء منطقة 7 سنت أو 6.5، يعني 65 سنت. هاي هي مناطق الشراء الممتازة لعملة البون. حاليا استثمار بعملة بون أفضل من استثمار بعملة شيبا اينو بالوقت الحالي. رغم ظهور شيباريوم ما شفنا تحرك لعملة شيبا اينو، لهيك أنا بصنف عملة شيبا اينو بعد خيبة الأمل اللي صارت بعد إدراج الشيباريوم وإدراج شيبا سواب، وما شفنا تحرك لعملة شيبا اينو كانت أشبه بخيبة أمل كبيرة، لهيك أنا بصنف عملة شيبا اينو على أنها من العملات الفاشلة والعملات البطيئة. عملة بون ممكن يكون فيها شوية أمل، ممكن نستخدمها للمضاربات ونحقق منها مربح ما بين 1x إلى 1.5x، يعني ممكن نرتفع بنسبة 150% ونحقق هذا الربح ونستغل هذا الربح. طبعا أنا بيهمني في سوق العملات المشفرة هو المضاربة أو الاستثمار مدى متوسط حتى أحقق الربح اليومي. قريبا راح نفعل ميزة النسخ على منصة باينانس، بدو الجميع يعمل لنا متابعة على التليجرام حتى تقدروا تحجزوا مكان على منصة باينانس وتتابعونا بشكل مجاني ودخول صفقات بشكل مجاني. مع السلامة أصدقائي ودمتم بخير.